ومن أعظم الإحسان الإحسان إلى النفس عند الخاتمة. هذه لا يملكها أحد. أفضل الإحسان إلى النفس الإحسان عند الخاتمة، وهذه لا تكون إلا لفرس أصيل نبيل أوقف نفسه لربه. فقاربت المسافات أن تنتهي فأسرع وهرول إلى ربه جل في علاه. وأحسن الإحسان أن ينظر الله إليك تحت راية شريفة منيفة لا تقبل إلا دما شريفا، فيجعلك الله شهيدا في آخر عمرك. يصطفيك الله على الناس وتكون هذه خاتمة الخير. لذلك الإنسان بسيره، لأنه قد يرد على ذلك كيف يحسن وهو لا يعلم قرب الأجل. كرامات الأولياء، كثير من الأفاضل يشعرون ويستشعرون بقرب الأجل، فإن استشعر كيف يحسن أقول بحسن السير في البدا، لأن النهاية ليست بيد أحد، المسألة على البدا. فإذا أحسن السير في البداية أحسن الله له النهاية. هنا الإنسان يكون أفقر ما يكون إلى ربه جل في علاه، لأنه لا عمل بعد ذلك. إنما المحاسبة، فالمسألة والنصيحة لإخواني، أنتم صغار السن الآن وتسيرون، فأحسنوا السير، أحسنوا السير عملا لحسن الانتهاء، فحسن الانتهاء مرهون بحسن الابتداء. كيفما كنت في أول الطريق لربك جل في علاك، جل في علا يجعلك في آخر الطريق على ما كنت فيه في أول الطريق. ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. فإنه إذا كان صادقا مع ربه في السير فإنه يعجل به ما لم يعجل بغيره، ويرفع هامته إلى السماء، ويحسن له الخاتمة بأن تكون كما كانت لسعد بن معاذ، يهتز عرش الرحمن لقدومي والملائكة تفرح بروحه عندما تصعد إلى السماء، فينادى بأفضل الثناء وأفضل الأسماء، ويقول الله جل في علاه أن صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين. فأحسن الإحسان أن تحسن إلى نفسك مع ربك، لأن هذا عمل بينك وبين الله وبينك وبين نفسك. فالإحسان بينك وبين الله أن تجتهد اجتهادا عظيما للإحسان في حسن الخاتمة، والأعمال بالخواتيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف في العام بأسره حدث فيما حدث من تجاوزات تعديات، يأتي في شعبان الأعمال ترفع. أفضل ما يرى الله جل في علاه أن يرى خاتمة خير في العام، قد يغفر لك كل ما في العام لخاتمة الخير. وأعظم ما فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهر بين رجب مضر ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، وترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فهو أراد بطاعة في هذا الباب كختم عام، عمل عام كامل. المسألة على البدايات، كيف كانت بداياتك ستكون نهايتك، فأبشرك بالخير. فاعتدل عند البداية واجتهد وكن أسرع الناس إلى الله جل في علاه، وأبشرك بعد ذلك بالنهاية. أما إذا وجدت نفسك في البداية لا تستطيع التحريك، فأنت لعدم الحركة في النهاية أقرب.
أقرب. نسأل الله جل وعلا أن يحسن إلينا خاتمتنا، ونسأل الله في عليائه أن يحسن إلينا برضاه عنا، وأن يكتب لنا ولكم التوفيق والتسديد. وفق الله الجميع بكل خير وبر.